مساء الخير. بإذن الله في التشانل بتاعتنا احنا ماشيين مع الكورس الأوفلاين بالظبط. فحاليا احنا رفعنا ال HTML ورفعنا ال CSS، تمام. مع ال HTML5 أنا محتاجتش أكتر من لكتشر واحدة عشان أشرح فيها بس اللي أنا عايزه. في ال CSS3 شرحينها وحطيناها في البلاي ليست بتاعت CSS. فاضل بس ال Practical Application اللي هو ال HTML وال CSS، وفاضل الجافا سكريبت، وهنمشي طبعا المحتوى ده كله مع بعض، سواء الدوم والبوم واليو اي اليو اكس وريسبونسيف ديزاين ويز اوت فريم ورك الادوب اكس دي الفري هوستنج السي في رايتنج الانترفيو والفريلانس والسيمي فاينل بروجكت طبعا. وطبعا نخش في نقطه الباك اند البي اتش بي والسيكوال البي دي او والماي سيكوال والاوبجكت اورينتد بروجرامينج. فماشيين مع الكورس اوفلاين بالظبط. طبعا باذن الله مش يعني او مفيش حاجه احنا مش هنعرف ان احنا ما نرفعهاش، لا بالعكس كل حاجه هتترفع. حتى لو في ورك شوب هنقدر باذن الله ان احنا نرفعها عشان الناس اللي مش معانا في الكورس الاوفلاين يقدروا يستفيدوا، تمام. التشانل بتاعتنا مش تشانل اكاديمي خالص، ومش تشانل اللي هي مجرد بس فيديوهات شرح، لا التشانل بتاعتنا هي محاكاه للكورس الاوفلاين بكل تفاصيله. مفيش اي مونتاج حصل للفيديوز خالص، الفيديوز بكل حاجه فيها متسجله فعلا في الكورس الاوفلاين، بالكلام بالهزار بالضحك بالشرح بالاكزامبلز بالاسئله بكل حاجه. فلو عندك اي سؤال ما تترددش ان انت تسالني على الفيسبوك، وباذن الله اتمنى ان انا اقدر افيدكم.